أنا موجوعة كتير من جواتي. لكن اسمعيني، هالوجع ما حدا بيقدر يداوي غير مراد. ما لازم تتخلي عنه أبدا، لازم تروحي وتحكي معه بأي طريقة. يا روحي، أول ما يشوفك ما رح يتحمل ورح يسامحك فورا. لك أنا مو قادرة أن أسامح حالي، هو كيف بده يسامحني؟ يا ريت ما صار كل هالشي، يا ريت ما كذبت. حياة يا روحي، ليكي هالشي أصلا ما كان بإيدك. حاولي تفهمي شو عم بقول. اللي جمعكن مع بعضكن هو القدر. لو ما كذبتي كذبة سونا بيكتاش، يمكن ما كنتي رح تتعرفي على مراد بكل حياتك. شوفي الموضوع من هالزاوية. ما لازم تكون صعبة وقاسية لهالدرجة هي. انتي ومراد أول ما تجتمعوا بنفس المكان رح يسمعك ويحاول يفهم اللي عملتي، ورح يجي ويواجه جده حكمة كمان. كيف رح يصير هالشي قوليلي؟ وكيف رح أقدر روح لمراد وأحكي معه؟ جدي خلص قرر إنه لازم نرجع عالضيعة. أولاً من واجبي كممرضة سعير الناس المريضة والكبار بالعمر، تمام هيك؟ لهيك حضرتكن شوفوا علبة الدواء موجودة معي بالجزدان، الوحدة منهم بتكفي إنه تنيم فيه. وإنتي ليش حاطة بشنطايتك هالدواء؟ يعني بالعادة بحط كم شغلة بشنطايتي مشان الحالات الطارئة، وبدل ما تتشكروني على هالفكرة نزلتوا فيني تحقيق. تالا خانم، ليش عينات القماش من المجموعة الشتوية مو على مكتبي؟ أنا ما قلت بدي المسودات يكونوا حاضرين على المكتب؟ والزباين كانوا على أساس يجوا اليوم كرمال الكتالوج، ليش ما أجوا اليوم؟ مين عم يهتم بهذا الشغل كله؟ مين؟ شو بكون عم تطلعوا فيني؟ كل مين على شغله؟ ما عم بدفع لحدا معاش كرمال يقعد يتسلى، عم تفهموا؟ حبيبي ما بيمشي الحال هيك، فوت لجوا خلينا نحكي. ايه نوران، إذا بالشغل احكي، ما عندي وقت لأي أمور خاصة. إذا رح تبقى هيك رح تمرض يا روحي. أنا منيح طمني. أنت كذاب، بتخبي على الكل مفهوم، بس علي ما فيك تخبي أبداً. عم تتعذب وشايفة بعيوني حتى إنك عم تموت من وجعك، لكن مصر تمثل دور القوي. نوران، أنا ما عندي وقت لهيك مسخرة بنوب. ليش كل هاي القسوة؟ بالأول اهدى واسمعها، يمكن عندها شرح للي صار، صح؟ ما بدي اسمع شي من كذبة أبداً، لهيك ما في داعي أنتوا تشرحوا وتبرروا. خلص تحل عني بقى، بكفي. بهي السهولة رح تتخلى عن كل هالحب؟ نوران، شو صار إذا كذبت يعني؟ شو صار؟ خربت الدنيا؟ ولا ليكون انتزع النظام الكوني؟ كل إنسان باليوم بيكذب شي 16 مرة، كنت بتعرف هاي المعلومة؟ إيه، وحياة كذبت مرة، شو فيها يعني؟ لو سمحتي عندي شغل. مثل ما كان حب عظيم انهياره كان عظيم كمان. وينك يا ايروس تجي وتشوف؟ رميت السهم ومشيت وما شفت شو صار بعدها. نحن بحاجة لإلك بهالوقت، مجنون. ادخل. نوران خانم بعتت هذا الفستان، تركيه هون.
احكوا لشوف يا عميلي انت وياها وين راحت البنت؟ والله نحن ما عملنا شي جدي. والله ما شفناها جدي، ما بنعرف عنها شي. اوعكم تفكروا تكذبوا علي، ها؟ راح تحكوا ولا بعلقكم من اذنيكم انت وياها؟ حياة وين راحت؟ ما تجبروني عصب عليكم، ها؟ ايه؟ شو هالظلم هاد؟ شو بيعرفنا وين نحن؟ يلي عم تعملوا هاد اسمه تعنيف نفسي أسري. با 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 با. خلي البنت ما ترجع لهون خلال ساعة وبتشوفوا العنف الأسري على أصوله. أمينة، يا أمينة، مو على أساس الحبة بتنين فيل؟ صار له ساعتين أخده وما أثر فيه. ما بعرف يعني جسمه قاوم ولا الدواء مفعال ولا هذا سلمي مانو طبيعي، هذا بده خطة بديلة، بده كمين محكم. مزبوط عم تحكي. لافتا